حلقة جديدة من برنامج أصداء اليوم. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم من جديد. صحيفة الثورة الرسمية الصادرة منذ العام 1962 اليوم توقفت عن الصدور في سياق تداعيات مشهدها بإبعاد صورة الرئيس صالح وأهداف الثورة من ترويسة الصحيفة التي قيل أنها أبعدت بتوجيهات من وزير الإعلام. ذلك المشهد كان له الكثير من ردود الفعل بين قيام عناصر مدنية مسلحة بتطويق مبنى مؤسسة الثورة وعقد اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام. المزيد في التقرير. حذف صورة الرئيس صالح وأهداف ثورة سبتمبر من ترويسة صحيفة الثورة الرسمية موضوع أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية برمتها، خصوصا في نقطة حذف أهداف ثورة سبتمبر التي يؤيدها كل اليمنيين واستبدالها بشعارات الانتخابات الرئاسية المقبلة. الوسط الصحفي هو الآخر لا يؤيد هذا الأمر ولا يستنكره، لكنه يقول بأنه تواصل مع بعض الصحفيين العاملين في صحيفة الثورة بل ومع القائمين على إدارتها، حيث قيل لهم بأن أهداف سبتمبر التي حذفت من ترويسة الصحيفة ستعاد إلى مكانها كونها ليست ضمن مساحة الصراع والخلاف بين الأطراف السياسية اليمنية إيا كانت. تواصلنا مع عدد من الزملاء في صحيفة الثورة وأكدوا أن بالنسبة لمسألة أهداف الثورة سيعيدوها إلى مكانها الصحيح، وربما هو يعني لم يكن محسوبا الأمر بالطريقة التي ظهر بها على العلن. البعض الآخر من الصحفيين والمهتمين بالتطورات ومساراتها يعتبرون هذه الخطوة إيجابية ومحسوبة لوزارة الإعلام، وأن قرارها هذا يأتي في سياق التحولات التي تدخل بها الحياة السياسية في اليمن من أبواب واسعة، حتى وإن كانت هذه الفئة لا تؤيد أمر حذف أهداف ثورة سبتمبر فإنها تعبر عن ارتياحها الشديد بجزء من القرار. اسقاط اهداف 26 سبتمبر، انا اعتقد ان توجيهات وزاره الاعلام ليس لها علاقه بهذا الموضوع، وقد يكون هنالك خطا فني متعمد من اجل الاساءه الى هذا القرار. بعيدا عن هذا الطرح، يطرح الكثير من السياسيين بالقول ان القرار ليس صائبا وانه يمثل حاله من الاستفزاز لدى بعض الاطراف السياسيه التي وقعت على المبادرات الخليجيه في الرياض، حيث يرى هؤلاء المراقبون في الاقدام على تلك الخطوه نوعا من الاستعجال والاستهداف ايضا الذي به خلق تداعيات كان بامكان القاده السياسيون تفاديها بتجنب ذلك القرار. التداعيات البارزه الان في الموضوع والمثيره على الارض هو أن جماعات مسلحة تفرض حصارا على مبنى المؤسسة، يقال بأن أفراد هذه الجماعة من مناصري الرئيس صالح. كاميرا أصداء اليوم حاولت العبور إلى حي الجراف حيث مقر المؤسسة، وتمكنت من التقاط بعض الصور التي توضح تواجد المسلحين عند المداخل الفرعية لمبنى المؤسسة، حيث تقول المعلومات بأن هؤلاء المسلحين الذين يفرضون حصارهم على المكان منذ الساعات الأولى لهذا اليوم منعوا خروج الصحيفة ومنعوا دخول وخروج كل العاملين أيضا، الأمر الذي يجعل حكومة الوفاق الوطني محل استياء وغياب عن الدور في حل الإشكاليات التي لا زالت بعض الأطراف تتعصب لها بقوة السلاح. يستطيع الطرفين أو يستطيع المؤتمر الشعبي العام أن يحل مشاكله، هناك حكومة وفاق 50% ب50%، يستطيعون أن يحلون مشاكلهم بعيدا عن هؤلاء المسلحين الذين يحاصرون صحيفة، هي المرة الثانية الذين يحاصرون فيها صحيفة بسبب عودة حسن عبد الوارث في المرة السابقة. شباب التغيير الذين يقولون إنهم بعيدون عن الصراعات السياسية وعن كل التحركات يبدون رأيهم بقرار إلغاء صورة الرئيس وأهداف الثورة بصورة إيجابية نوعا ما. بالنسبة لنا لم نخرج لإسقاط أهداف ثورة 26 سبتمبر، إحنا هنا في الساحة لتحقيق أهداف ثورة 26 سبتمبر وأيضا وتحقيق أهداف الثورة الشبابية. وفي حين يبقى الموضوع بعيدا عن الاحتواء من قبل المعنيين ومحل استنكار قيادة المؤتمر الشعبي العام التي تعتبره خرقا للمبادرة الخليجية، تبقى صحيفة الثورة متوقفة عن الإصدار ويبقى الحصار المسلح على مقرها حتى هذا المساء، وبكل ذلك تفقد حكومة الوفاق الوطني رضا الأطراف والشعب اليمني برمته. معاذ منصر، أصداء اليوم. وينضم بداية إلينا الحديث في هذا الموضوع الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا، حياك ومساء الخير. دكتور نبيل، غياب أهداف ثورة سبتمبر من ترويسة صحيفة الثورة من وجهة نظرك ماذا أريد بهذا القرار؟ ربما القرار قد اختلط فيها الكثير من الكلام أو الكثير من المناورات، وربما قد أيضا حاولوا إخراج السياق العام لما هدف إليه القرار بهذا الشيء.
لكن ربما إجمالا نحن إذا رأينا لكل ما كان يدور في الصحافة اليمنية بصورة خاصة، ربما كان هناك وضع شاذ تماما على ما ألفنا في كل صحافة دول العالم. صحافة دول العالم لا تحتوي صورة أي رئيس، صحافة العالم لا تحتوي أي أهداف لثورتهم، لا تمجد. ومن ثم أنا أنظر إلى هذه المسألة أنها الوضع الصحفي لا يستطيع أن يتجاوز المبدأ الدستوري الذي نص على أن الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة ومهمتها ليس تمجيد الأشخاص أو تبرير بلطجة بعض السياسات أو بعض الأشخاص، إنما مهمتها الأساسية والأولية هي مهنية كشف الحقائق، المراقبة، ثم تنوير الرأي العام. طيب دكتور نبيل، بعض المراقبين يروا أن إبعاد صورة الرئيس من ترويسة صحيفة الثورة أن هذا كان قرار مستعجل أمام أيام معدودة لإمكانيات تنفيذ ذلك. أنا كما قلت ربما البعض قد يطرح مثل هذا الطرح ويقول أن الفترة الانتقالية ما زالت موجودة، لكن ربما هو الوضع الدستوري قد حتم وضع مثل هذا الشيء. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، نحن نعرف أنه ما تم أو ما جرى وخاصة في اليمن من ثورة لا يستطيع أحدا أن يتجاوز هذا الحدث العظيم وهذا الحدث الهام الذي أثر في مختلف النواحي أو في مختلف المؤسسات، ومن ثم الإعلام هو يبدو أو لازم أن يكون هو أكثر المؤسسات تأثرا بهذا الشيء. وقد استطاع بالفعل بهذا العمل، أنا أستطيع أقول لم يكن الإعلام هو مجرد أو بوتقة لبقاء الأشخاص أو للتوظيف، إنما عرفنا أن هناك قيادات حقيقية تمتلك التغيير وتمتلك التطوير، وهذا ما حصل عليه. هذا شيء. الشيء الثاني، أنا أيضا أنظر إليه أن ربما هي رمزية أكثر، بمعنى بداية التخفيف من سلطة الدولة ومن سطوة الدولة ومن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، فجاء هذا العمل الرمزي بإزاحة صورة الرئيس ليمثل بداية. لكن يقال أن هذه التوجيهات هذا الإبعاد جاء بتوجيهات من وزير الإعلام. يعني أنا أستبعد مثل هذا الشيء. يبدو أن الأطراف بصورة أساسية سواء المعارضة أو ما كانت تدعى المعارضة أو المحاكمة، هم الآن أصبحوا في قارب واحد، ومن ثم يصبح هدفهم هو إيجاد سياسة أو حلول لهذه المقترحات، ليس وقت المناكفات وإلغاء أو إلقاء مثل هذه التهم جزافة هي لن تؤدي إلى حل. هذا هو قرارنا في اعتقادي، هو جزء. طيب دكتور نبيل، اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اليوم عقدت اجتماع وأصدرت بيان، خرج عن هذا الاجتماع بيان، واعتبرت أن إبعاد صورة الرئيس والإضاءة وأهداف الثورة أنه تصرف استفزازي سياسي يتعارض مع تنفيذ المبادرة الخليجية. في اليوم أيضا قامت عناصر مسلحة بمحاصرة مبنى الثورة يقال أنها تتبع الرئيس صالح لمنع إصدار عدد اليوم. كل هذه التداعيات كيف تقرأ أثرها أو كيف تقرأها في سياق المسار السياسي؟ أنا بكل تأكيد أنا أقرأ ما قام به الطرف الآخر وخاصة المؤتمر الشعبي. أنا أتفق مع البيان، من حقه أن يصدر مثل هذا البيان، ومن حقه أن يحافظ على أنصاره، ومن حقه أيضا أن يقول ما يريد. لكن التصرف الذي اعتمد على إنزال هؤلاء البلاطجة وعلى هذا العمل هو عمل مرفوض، ومن ثم هم يدفعون إلى أوضاع مختلفة ما يريدون، لا يريدوا تطبيع الأوضاع. ومن ثم إذا كان هناك تفسير حقيقي أو إذا كان هناك من يحاول أنه يخرج عن سياق المبادرة، فهو طرف المؤتمر الذي لجأ إلى مثل هذه التصرفات. نحن لدينا قوات، نحن لدينا جيش رسمي، نحن لدينا كان بالإمكان الاستعانة. هذا شيء. الشيء الثاني، هناك الحكومة مع بعضها تستطيع أن تجلس مع بعض وأن تناقش مثل هذا الإعلام دون أن يظهر إلى الإعلام بهذا الشكل، ودون أن تظهر مثل هذه المشاكل، وتقوم وسائل الإعلام بالترويج أكثر والإساءة أكثر مما قد يخرج الموضوع على السيطرة. هناك إمكانية لاجتماع الطرفين، هناك مجالس عديدة يستطيعون أن يلتقوا، وبإمكانهم أيضا أن يحلوا مثل هذه المشاكل. لكن يعود أن أؤكد أن ما حصل اليوم هو ضرورة أن كان يحصل لعملية تطوير، وخاصة أن دكتور نبيل هل تعتقد أن وسبقتها وسائل إعلامية كبيرة طيب جدا دكتور وهي نبيل لا تريد أن تكون متخلفة على هذا الركب أو على هذا الحدث الذي حصل في اليمن. طيب دكتور نبيل، هل تعتقد أن الحل سيكون برفع هذا الحصار عن مؤسسة الثورة بإعادة إضاءة الرئيس وأهداف الثورة؟ أنا ربما قد تكون هناك، لأن نحن الآن في فترة لا تسمح بالذهاب إلى الحلول الانفرادية أو الحلول الجذرية، ومن ثم في اعتقادي قد يصل الطرفين إلى حل مرضي لمختلف الأطراف. في اعتقادي الأمور سوف تعود إلى طبيعتها، إما بشكل آخر إما بإعادة بعض الكلمات
إنزال الصورة، إما بإعادة الأهداف، وأنا في اعتقادي أنها ستعود، لكن في اعتقادي أن الوضع سوف أو الحل الذي سيطرح سيرضي الطرفين، سواء الطرف الذي رفض بقاء صورة الرئيس أو الطرف الذي يطالب ببقاء صورة الرئيس. نحن نقول هذه الصحافة هي مسؤولية ومهنية وليست نجومية لأشخاص. أشكرك جزيلا دكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات، وكان يفترض أن يكون معنا في هذا الموضوع الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي من الإمارات العربية المتحدة، لكن لم نتمكن من التواصل معه في هذه اللحظة. ما زال المشهد الثوري يتقد في ثبات الموقف لشباب الثورة، فترسم المسيرات ملامح ذلك الموقف بما تحمله من شعارات وهتافات. اليوم تم تبادل التحايا والشعارات في حين مر شباب الثورة بمسيرتهم أمام اعتصام أفراد القوى الجوية ليقف الجميع في مشهد عبرت عنه مشاعر اللحظة، لتطوي الأرض بعد ذلك أقدام الشباب نحو شوارع صنعاء. محمد النقيب والتفاصيل. في لقاء الثورتين، ثورة العسكر من القوات الجوية وشباب ساحة التغيير بصنعاء، للصورة عمق المتغيرات التي تشكلت في شارع 60 وما حواليه على طول عام من عمر ثورة الشباب. في صباح اليوم ترجل شباب ثورة التغيير في مسيرة حاشدة مسيرا سار بهم صوب اعتصام الحشد العسكري لقوات الجوية، وهناك حي كل منهم الآخر بتحية التغيير الذي أسكنهم عراء الخيام وأحلام اليمن الجديد. وهناك لوحظ أيضا صقور الجو يهتفون من أعماق غضبهم باستقبال مسيرة الشباب. ظلوا هكذا على طول مرور المسيرة، وبعد ذلك مضى كل بهمه وأهداف ثورته. أتوجه بالنداء لفاعلي الخير لدعم ثورة وانتفاضة ضباط وأحرار القوات الجوية ومساندتهم بالمال والخيام والبطانيات التي يحتاجون إليها. مسيرة اليوم طلب فيها الشباب بالإفراج عن المعتقلين ورفض قانون الحصانة والضمانة وأي تسوية سياسية تنتقص من أهداف الثورة، لكنها في المقابل شملت يافطات تدعو إلى الاستبشار بالتغيير القادم من رحم 21 فبراير، كما لوحظت أيضا شعارات أخرى تدعو إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي ذلك شيء يبعث بالطمأنينة على طرفي التسوية السياسية من موقف شباب الثورة المهاب. الثورة اليمنية ماضية بخطى مستمرة بسلمية الثورة، يجب أن نحافظ على سلمية الثورة، لن ننجر إلى خيار العنف. أعتقد أن علي عبد الله صالح أصبح خارج العملية السياسية الآن، علينا أن نتجاوزه وأن نتعامل مع إيجابية مع كل المعطيات السياسية وأن نستفيد. فيجب أن يكون للشباب دور حقيقي، وهذا الدور لن يكون إلا عبر تشكيل مكون سياسي حقيقي يمثل رؤية حقيقية لليمن الجديد، اليمن الذي ينشده ويهتف به شباب الثورة في جميع الساحات. الشباب وحسب قولهم صامدون في ساحاتهم، وهناك احتمال ولأجل التهدئة الباردة ولحفظ التغيير في صناديق الانتخابات يحسون أنهم قد يطالبون بالتهدئة الصامتة، وقد تلجل ساحاتهم لأجل ذلك ولأجل الرحيل، وهو المحال من الطلب كما يقولون. لن نقبلها على مساومة الدماء أو تحقيق نصف أهداف الثورة، لن نقبلها إلا كاملة. نقول لمجلس الأمن إذا أردت الاستقرار اليمن فاستقرار اليمن مربوط بمحاكمة المقتلة، فعندما نحاكم القتلة الذين قتلونا السلميين الشباب فهو سيسهم في استقرار اليمن، سيسهم في بناء اليمن. وربما من الصعب على أحد أن يتصور مسيرات شباب الثورة بعد أن تلج ثورتهم صناديق الاقتراع، لكنهم سيبقون هكذا في ساحاتهم يحرسونها حتى تسير في موكبهم نحو تحقيق كامل أهدافها. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. ملتقى شباب لودر في أبيان لم يقف موقف المتفرج حيال مظاهر غياب الجانب الأمني وتداعيات المظاهر المسلحة داخل المدينة، فكان لهم مشهد في تشكيل اللجان الشعبية لحماية مدينة لودر بمشاركة واسعة من أبنائها. صالح الضالعي والتفاصيل. لحظة فارقة تعيشها مديرية لودر محافظة أبيان بعد أن خرجت عن سيطرة الدولة وكذا أنصار الشريعة لتبقى خالية من التواجد الأمني، عدم من أبنائها الذين تفضلوا بحماية مديريتهم وتقديم الضمان الأمني بجهود خاصة. هذا عمل طوعية لجان شعبية تقوم بالحراسات، تقوم بتنظيم الأسواق، تحافظ على الممتلكات العامة والخاصة. ليس لها لا من قريب ولا من بعيد أي هدف سياسي، مش لها طموح
حل المشاكل بين تحيل اي مشاكل خاصه بين الجهات الشرعيه. مديريه لودر محافظه ابيان نكهه امنيه خاصه بطعم اللجان الشعبيه التي تحفظ للمدينه امنها واستقرارها، حيث كان لملتقى الشباب لودر اليد الطولة لتنفيذ المهمة وتشكيل اللجان الشعبية بعد أن شعر ابناء المديرية بخطر التفلت الأمني. هذا ملتقى مدني لا الانتماء لا سياسية لا حزبية ولا مناطقية ولا عصبية. الهدف الأساسي لهذا الملتقى هو أمن واستقرار مديرة لودر، ليس لأي أهداف سياسية بعيدة المدى. نحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الكبير. إذن أحتمت لودر بأبنائها فعمتها الطمأنينة لتبدد كل المخاوف والأقاويل وتفتح صفحة الأمن الشعبي الخالية من كل خوف. صورة استوعبت خفايا الانفلات فتجاوز أبنائها حالة الانتظار ليكون بوابة أمن مدينتهم. صالح الضالعي لبرنامج أصداء اليوم، مديرية لودر محافظة أبيان. وينضم إلينا السيد علي عيدة أحد قيادي ملتقى شباب لودر. أهلا بك سيد علي. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ تشكيل اللجان الشعبية لحماية مدينة لودر، هل أصبح ذلك ضرورة؟ وحدثنا عن أيضا عن مستوى تجاوب المواطنين معكم في هذه الخطوة. أسعد الله مساءكم ونرحب بكم في لودر، ونرحب في جميع الأخوة المواطنين الذين يسمعون كلامنا. بالنسبة لملتقى شباب لودر، هذا الملتقى مدني تأسس من تجمع شبابي يضم كافة أبناء مدينة لودر وساكنيها، وهو الممثل الوحيد لمدينة لودر. وعمل الملتقى طوعي بعيدا عن الحزبية والمناطقية والعصبية. أهدافه الحفاظ على الأمن والاستقرار. سيد علي، موضوعنا هو تشكيل اللجنة الشعبية وأنها قد أصبحت ضرورة، فنرجو أن تحدثنا عن هذه الخطوة وعن مستوى التجاوب أبناء لودر معكم. نعم، اللجنة الشعبية في مدينة لودر كان هناك تجاوب كبير منقطع النظير في مدينة لودر، وأصبح هذا الملتقى أو هذه اللجان هي الممثل الوحيد لمدينة لودر، وذلك من خلال ضم كافة أبناء مدينة لودر وساكنيها. عمل الملتقى تشكل الحمد لعدم تكرار ما حصل من انفلات أمني وعدم وجود السلطة، وكذلك لحماية الممتلكات العامة والخاصة. جميع أبناء لودر كافة، ويحق لك زيارة مدينة لودر أو زرت مدينة لودر وشاهدتم جميع أبناء مدينة لودر ينضمون تحت مسمى ملتقى شباب لودر اللجان الشعبية، وهذا مطلب دعت إليه جميع أعضاء مدينة لودر بكافة انتماءات. طيب يا سيد علي، والطائفية، أنت والأستاظ محمد سبيت ظهر أيضا معنا في التقرير، لماذا تؤكدوا أنكم ملتقى شباب لودر الممثل الوحيد لأبناء لودر؟ لماذا هذا التأكيد وهذا الإصرار؟ يعني نقول هذا التمثيل لم يأتي من فراغ. نحن نشرف على جميع الخدمات في مدينة لودر. نحن نقوم بالإشراف على الملف الأمني من خلال لجنة أمنية، نقوم بالإشراف على الجانب الخدماتي من خلال لجنة خدماتية، نقوم أيضا بفض النزاعات والخلافات من خلال تحكيم أو من خلال عمل الملتقى الذي يحكم كتاب الله وسنة نبيه، ووجود لجنة شرعية لفض الخلافات والنزاعات. هذه المهام كلها مجتمعة ساعدت على أن نكون نحن الممثل الوحيد في هذه المدينة لعدم وجود إدارات المدير العام المديرية، لعدم وجود أو قيادة الجانب الأمني. فهذا العمل ومن خلال آراء المواطنين ونزول قناة السعيدة. طيب هذا أصبح واضح. طيب ما هي الإمكانيات المتاحة لكم لعمل اللجان الشعبية؟ والله الإمكانيات التي متواجدة لنا، نحن في ملتقى شباب لودر كما قلت سابقا، نحن قمنا بعمل طوعي بعيدا عن الحزبية والمناطقية والعصبية، وهذا الملتقى يقوم على إمكانيات أبناء مدينة لودر من خلال اشتراكات ومن خلال تبرعات التجار ورجال الخير.
والعمل القام لوجه الله، وأيضا لاشتراك جميع الطوائف سواء كانت دينية أو سياسية أو الشعبية في عمل موحد. ساعد هذا أيضا إلى أن يكون عمل هذا الملتقى لوجه الله، وبالتالي العمل يمشي حسب الإمكانات المتواجدة لدينا، وهو عمل طوعي ولا يقوم أو لا يقدم إليه أي دعم من أي جهة. أيضا تأتينا أيضا المساندة والدعم من قبل أبناء مدينة لودر في المملكة العربية السعودية، مشكورين نقوم بدعم هذا الملتقى. والعمل أيضا ليس هناك موازنة أو عمل، إنما هو عبارة عن عمل طوعي. فترى أن الاشتراكات تزيد شهرا وتقل شهرا، ولكن الحمد لله الخيرين. أشكرك جزيلا علي عدا، أحد قيادات ملتقى شباب لودر. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في هذه الحلقة. فهد القري، لو كنتوا رجال صحيح ما كنتوا تطردوا ورق النار. امشي من هنا احسن لك. لا تمشي وانا بكلمك. اسمع انت، فجينا طويل بالبيت. قلني انا شقول قلو انت هليك تبع من البكمون هذه يا صاح. انصرف. ها انصرف انصرف. انا 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 شعرت فترة عنده. ارمي ترم 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 ايوه هيدي. همي همك، هموم اثقلت كاهل الجميع. يا ودي ونيتها من خاوي الروح. همي همك، ما عرفتوني انا الذيب. ويني الذيب العار غدت فيكم والمقواس. أهلا بكم من جديد. بينما حملته تلك الحرب لأبين من معاناة، برنامج أصداء اليوم كان يبحث بعدسته عن الجانب الصحي، فأخذ طريقه نحو مستشفى الرازي. المزيد في التقرير. مستشفى الرازي الواقع في جعار محافظة أبين وذكريات قصفه والتي ولدت معاناة مرضى اعتدوا عليه بما كان يغطي 3 محافظات، إلا أن خبره اليوم ماضي لا موقع له سوى الحل الإسعافي المؤقت لمبنى البريد في جعار المفتقر إلى كل المقومات. طبعا هذا المكان، هذا بريد استحدثوه بعد البعض ضرب الرازي، وهو خاص بالإسعافات الأولية، يعني حالة دم، يعني حالة كسور، حالة رصاص، حادث سيارة، إنما هو غير مجدي في الحالة المستعصية الباطنية. مثلا الأقسام الباطنية هذه نحن نحتار بها، يعني لا أنه قادر المنظمة ما تقبلها مننا، إضافة إلى أنه مثلا الأهل حان يكون مش عندهم إمكانية أنه يسحبوا أو يشلوا إلى مكان معين. كادر بيد قصيرة حائر في ظل غياب الأجهزة والمعدات الطبية، تلك حالة قيصرية لمبنى غابت عنه عيادة التوليد. هنا المكان مش كافي ولا لائق للتوليد. على ما تشوفوا قسم الولادة مفروض يكون مرتب، على الأقل يكون معانا تدبير فوق القاعدة. بعض الأحيان نشوف 3 حالات تجينا مع بعض، نولد حالة هنا وحالة هناك وبالأرض، حالات نولدها بالأرض. كم حالة ولدناها بالأرض ولا نروح للقرى والرادي ولا في أي حاجة الآن حاليا، يعني بالمعدات العالم الله المعدات موجودة مش موجودة، بس لما بروح مين بولنا بيعطينا الأدوية، مين بيجي معانا، مين ساندنا، مين بيطلع معانا نوبات. وبحسب شكوى المواطنين فإن وعثاء السكن يحملهم نحو القسوة. أنا مريض جيت لهذا المكان، يعني منظمة هي منظمة بس من المنظمة، يقول لك هب يسجل لك ورقة هب جيب من برا،
تمام، يقول لك جيب من برا دواء، في حد عنده؟ عدي واحد ما عنده، منين بيجيب؟ تمام، وحنا في هذا البلد تدمرت بيوتنا. بدمار مشفى الرازي يتمت مدينة جعار، وحتى الحين لم تجد من يمسح على رأسها ويجفف أنات مرضاها. الصعوبة هو كان الجانب الأمني، إنما الآن في ضمانات على أساس أنه من أمام الشباب الموجودين اللي من صار الشريعة سواء في المحافظة أو المنظمة الدولية، أن المنظمة عملت تنسيق مع الدولة على أساس أنه المستشفى ما يتعرض لضربة أخرى. ولهذا نحن نتمنى هذا الكلام، ونتمنى المستشفى يشتغل لأنه هو الأهم في المحافظة، لأن الناس عانت كثير وظروف الناس صعبة جدا، يعني في شحة الأدوية، في إمكانية، في حاجات كثيرة يعني الواحد صعب أنه يقولها. الآن إذا في عندنا نصبع زايدة بس لازم نوديها عدن. نعمة الصحة هنا في جعار غائبة، ومعها العجب العليل لعيادة السل السقيمة كحال مرضاها الذين آثروا البقاء على حالهم أجدى لهم وأنفع من عيادة لا تخفف عنهم وجعهم. صالح الضالعي لبرنامج أصداء اليوم، جعار أبين. أن تقدر جهود العاملين وأن يكافأوا على تميزهم في العمل، فلذلك المشهد ترتسم ملامح التقدير وحميمية العلاقة بين العامل ووظيفته. الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون في محافظة تعز أقامت اليوم حفل تكريمي لعاملها للعام 2011. التفاصيل في التقرير. معا نعمل معا نتميز، تحت هذا الشعار نفذت الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون منتخى العاملين لعام 2011 لتكريم العاملين البارزين والمثاليين في الشركة خلال العام الماضي. الحفل الذي بدأ بآية من الذكر الحكيم وحضره الأستاذ هشام علي محمد سعيد أنعم المدير التنفيذي احتوى على عدد من الفقرات الغنائية والإنشادية والمسرحية المعبرة عن الولاء الذي يكنه العامل للمجموعة مهما كانت الظروف في ظل الحرص المتبادل على النجاح. والحمد لله نحن كشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون نقيم هذه الفعالية بشكل سنوي. في بداية العام يتم اللقاء يعني بشكل موسع مع جميع أفراد الشركة، ومنتصف العام يتم اللقاء على مستوى كل إدارات فردية لمناقشة أوضاع العاملين وتلمس الهموم والمشاكل وإيجاد الحلول لها. ولأن لكل مجتهد نصيب كان هؤلاء على موعد مع التكريم 40 عاملا كرموا في مجالات تطوير الأداء والسلامة المهنية والعامل المثالي وشخصية العام حرصا من الشركة على تشجيع العاملين ورفع مستوى الأداء، كون المجموعة ككل تضع الاهتمام بالكادر البشري من أولويات مهامها. أنا سعيد جدا بهذا التكريم، يعني وسعيد جدا بتقدير الإدارة العليا لي، وأيضا ثقة زملائي أيضا في العمل بي، ويعني دعمهم لترشيحي كان له دور كبير أيضا، وهذا يعكس أنه يعني نحن في الشركة نعمل كفريق واحد وبيننا حب ووئام، وكل منا يعني يساند الآخر، فهذه هي الروح التي نريد أن نكون بها يعني دائما وحتى نحقق فيها شعارنا الذي نعمل من أجله وهو معا نعمل معا نتميز. في صعيد متصل نظمت إدارة التسويق خيمة لعرض المنتجات الخاصة بالشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون. فكرة العرض هي عرض المنتجات المطورة بالعام 2011 والتي انزلت للأسواق بهدف انه بيكون كل المنتجات المطورة التي تم إعادة انزالها بناء على دراسة السوق واحتياجات المستهلكين ورغباتهم تم عرضها للعاملين، بحيث يكون جميع العاملين بمختلف الأقسام على اطلاع على ما يدور او ما تم تطويره وتحديده في الشركة. على الموعد كانت الشركة وعلى العهد كان العاملون ليكون العمل المؤسسي غاية كل نجاح، وتكون مجموعة سعيد أنعم وشركائه رائدة العمل المؤسسي. محمود الحميدي، أصداء اليوم. في مشهد استثنائي رسمت فعالياته النساء اليوم في بيروت وتعز تحت عنوان مشاركة المرأة في الربيع العربي. المزيد في التقرير. هي مناسبة تعلن فيها المرأة العربية موعد كسر القيود، لذا كان الشعار الذي حملناه نمشي سوا نعلن سوا
لا ربيع بدون المرأة، وللمرأة اليمنية نصيب الأسد من التضحيات كما لها نصيب من الإنجازات. اليوم وفي موعد متزامن مع انطلاق مسيرة في بيروت بما سمي بربيع المرأة العربية، خرجت مسيرة نسائية في تعز حملت نفس الشعارات والأهداف، يدا بيد وقوفا مع إخواننا طبعا في بناء اليمن الجديد، سنكون سويا في بناء الغد المشرق. طبعا خرجنا أيضا لنثبت أن لا ربيع دون المرأة، وأن الثورات العربية ستكون طبعا نجحت بدور كبير للمرأة بمشاركة المرأة، وأيضا لمناصرة الثورة السورية ولمناصرة حقوق المرأة، ونطالب بإدماج المرأة في جميع المؤسسات الدولة، وأن يكون هناك شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة. للإيثار نصيب في ثورة أعادت بعض العادات العربية المنسية حين نادت هؤلاء بالحرية للمرأة السورية. نقف اليوم مع جماهير الثورة الشعبية السلمية وأيضا نساء الثورات العربية في الربيع العربي، ولهذا المشهد التاريخي اليوم نكرس أن المرأة في الوطن العربي همومها واحدة بمشاركتها للثورة ضد الظلم والاستبداد والقهر من أجل التغيير. رسائل اجتماعية عديدة وجهتها المسيرة النسوية، ورسائل سياسية أيضا، فرفعنا شعارات لا للزواج المبكر وأن تكون المرأة شريكة الرجل باعتبارها رمزا للحرية، كما طالبنا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وقانون يجعل التعليم إلزامي للجميع. محمود الحميدي، أصداء اليوم، تعز. وللحديث في هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة أحلام مطهر، مثنى منظمة هذه الفعالية. أهلا بك دكتورة أحلام. أهلا، مساء الخير. في نفس الوقت وتحت نفس العنوان كانت لكم هذه الفعالية بالتزامن مع فعالية أخرى في العاصمة بيروت، العاصمة اللبنانية، حدثينا عن هذا الترابط والتنسيق. في الحقيقة هذه المسيرة هي رسالة من المرأة العربية إلى المجتمع العربي لتؤكد له أنه ما من ربيع عربي من دون النساء، واعترافا بالدور البارز الذي لعبته المرأة في الربيع العربي، وتأكيدا على استمرار ثورتها حتى تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والسياسية للمرأة. فرفعنا هذا الشعار لا ربيع من دون المرأة، لا ثورة بدون الاعتراف بحقوق المرأة. فلقد خاض الرجل ثورة واحدة، وخاضت المرأة عدة ثورات، ثورة ضد الظلم والديكتاتورية، وثورة ضد المفاهيم الخاطئة التي قيدت المرأة. وقد شاهدنا وسمعنا علي عبد الله صالح في احد الخطب وهو يهاجم وينتقد ويتهم النساء التي تشارك في ساحات التغيير. طيب دكتوره احلام، هذا التاكيد على انه لا ربيع عربي من دون المراه، لماذا؟ وهل هناك من ينكر هذا الدور للمراه؟ وهذا الرجل في اي موقع هو من توجه له هذه الرساله؟ نحن لا نقول ان احد ينكر، بل نخشى ان يعني يستمر تهميش المرأة. أنت تعرف كيف همشت المرأة في عهد علي عبد الله صالح، ونخشى أن لا تقف المرأة جهود ثمارها وجهود تعبها في مساهمتها في الثورة العربية ويتم تهميشها، وخاصة أن البلد الآن تشهد عدة تحديات، فنخشى أن تضيع حقوق المرأة في هذه الظروف. طيب ما بعد الرئيس صالح، ما هي مخاوف المرأة؟ اولا نحن اليوم رفعنا شعار موضوع إلزامية التعليم، ونطالب ونتمنى أن الحكومة الجديدة أن تصدر قانون بعد إصدارها القانون الحصانة تجعل التعليم إلزاميا على الذكور والإناث، وتوفر الظروف المناسبة لما يتيح تحقيق هذا القانون، لأن التعليم ضروري بالنسبة للنساء خاصة، لأنه لا يمكن أن يتقدم المجتمع والنساء في الصف الأخير. لابد من أن تكون هناك قوانين تطور المرأة وتنهض للمرأة. طيب دكتورة أحلام، ندرك وأنا أدرك جيدا ماذا أعطت المرأة اليمنية أو ماذا أعطت الثورة للمرأة. من وجهة نظرك ماذا أعطت الثورة للمرأة؟ ممكن ترفع الصوت لو سمحت؟ أود أن أتعرف عن وجهة نظرك عن ماذا أعطت الثورة أو ماذا قدمت الثورة للمرأة اليمنية. أولا الثورة المرأة اليمنية شاركت في المسيرة، وتعرف أن تعز لوحدها سقطت فيها 13 شهيدة، مشاركتها كانت قوية في الساحة في المسيرة، حضورها قوي في المستشفى الميداني، وشاركنا أيضا في توفير الغذاء وتوفير الدواء للساحة، والسيدة توكل كرمان التي شرفت العالم العربي بفوزها بقيادة نوبل للسلام. طيب هذا ما قدمته المرأة محركة، حركت الثورة. طيب هذا ما قدمته المرأة للثورة، ماذا عن ما أعطته الثورة للمرأة؟
نحن ننتظر، نحن ننتظر. في الحقيقة للآن جهود الثورة لم توقف، فننتظر ونتمنى أن لا يتم تهميش المرأة، وتكون المرأة يعني في أولويات اهتمام الحكومة الجديدة. أشكرك جزيلا دكتورة أحلام مطهر مثنى منظمة المسيرة، كنت معنا من تعز. عاشت الحالمة تعز بين العديد من الأحداث، أبرزها اعتصام أفراد القاعدة الجوية، قاعدة طارق الجوية، وأيضا مسيرة لشباب الثورة طافت شوارع المدينة، واعتصام لطلاب الجامعة الوطنية في تعز يطالبوا بإلغاء بعض المسميات المالية في الرسوم الدراسية. نتابع ونتعرف على هذه الأحداث في التقرير التالي. كل يوم تثبت الحالمة أنها قلب الثورة وشعلتها التي لا تنطفئ. يبرهن على ذلك شباب الثورة هنا بالمسيرات والمظاهرات اليومية كهذه التي خرجت اليوم وجابت بعض شوارع المدينة بشعاراتها وأهازيجها المميزة. لكن المشهد الآخر تمثل بوقفة احتجاجية جديدة لضباط وأفراد قاعدة طارق الجوية وسط شارع جمال، على ما تعرض له زملاؤهم الأسبوع الماضي. ليروي لنا أحد المخرجين عنهم قصته وزملائه في تلك الحادثة. في تمام الساعة الحادية والنصف من مساء يوم الأحد 22/1، وحيث ذهب القاعدة الجوية بكتيبة متكاملة من الأفراد حسن الجمهوري للدخول إلى القاعدة الجوية، وتم اعتقالنا بصورة مهينة، بصورة لا تتخذ إلى أي مقومات الأخلاق العسكرية. حيث قام أفراد الحرس بعد اعتقالنا بنهب كافة مستويات سكن أفراد قاعدة طارق الجوية، ومكثنا وتم اعتيادنا إلى المعسكر الحسن الجمهوري بصورة مهينة 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 جدا لا تنبئ عن أي أخلاق عسكرية. بشموخهم وهم يرددون النشيد الوطني يستمرون في مطالبهم التي خرجوا من أجلها للمطالبة بإقالة قائد القوات الجوية والتهديد بمسيرة راجلة إلى صنعاء. المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي نظام 3 سنوات، العالم كله 3 سنوات يترقى إلى مراتب، ومعهد محمد صالح مساعد، وهذه ليست القانون، ما نريده وما خرجنا من أجله. على صعيد آخر، اعتصم عدد من طلاب الجامعة الوطنية للمطالبة بتخفيض رسوم الدراسة وإلغاء رسوم المقاصة المضافة حديثا حسب قولهم، كما طالبوا بكادر تعليمي متخصص ووقف التعامل التعسفي مع الطلاب المطالبين بالحقوق. احنا طلاب الجامعة الوطنية مستوى 5 بكالوريوس صيدلة، ناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الفاضل يحيى الشعيبي تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع رسوم المقاصة الذي فرضتها علينا الجامعة مؤخرا، ولم نكن نعلم بها أثناء التسجيل ولم يخبرونا بها، وأيضا بعض التعامل التعسفي من قبل بعض الموظفين باتجاه الطلاب. الطلاب أكدوا أنهم مقبلون على تصعيد نوعي أمام مبنى المحافظة إن لم تتم الاستجابة لهم وحل قضيتهم. محمود الحميدي، قضاء اليوم. احتفل طلاب النفقة الخاصة في كلية طب الأسنان بجامعة عدن بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخفيض رسومهم الدراسية، حيث قالوا أن هذا القرار قد ساوى بينهم وبين زملائهم في كليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية الأخرى. المزيد في التقرير. في مشهد تسوده البهجة والفرحة، احتفل صباح اليوم طلاب وطالبات النفقة الخاصة بكلية طب الأسنان بجامعة عدن بعد استجابة وزارة التعليم العالي لمطلبهم بتخفيض رسوم التعليم. احنا اليوم نحتفل بمناسبة ان احنا مشينا على قرار نحن واللي هو كان تخفيض الرسوم، اي بأصح المساواة بين جميع الجامعات الخاصة. جسد هؤلاء الطلاب قبل أسابيع أروع صور الكفاح والنجاح من خلال اعتصامهم للمطالبة بالعدل والمساواة ليس إلا بتخفيض رسوم التعليم أسوة ببقية الجامعات. قدرنا أننا نحقق هذا المطلب العظيم بوجهة نظرنا، وهو تحقيق مبدأ المساواة وتخفيض لنا هذه الرسوم.
تحت شعار لا نطالب بالمعدوم ولكن بتخفيض الرسوم، نفذ طلاب كلية طب الأسنان بعدن اعتصامهم قبل أسابيع، واليوم لسان حالهم يقول حتى تطاع ائمر بالمستطاع، وقد فعلوا مع محاولات منعهم وإضعافهم من قبل بعض الأصوات السلبية حد وصفهم للحيلولة دون رفضهم للظلم وصمتهم بدلا عن احتجاجاتهم السلمية. في ختام الحفلة شكر الطلاب كل من وقف معهم مشيدين بدور عمادة الكلية في دعمهم ودور وسائل الإعلام في الاهتمام بقضيتهم. ونشكر طبعا الإعلاميين الذي ساعدونا احنا والصحفيين وفي رأسهم قناة السعيدة لأنهم كانوا معنا في بداية المشوار وساندونا احنا الجهة الإعلامية. أجرى الطلاب احتفالهم بقاعة كلية الطب بالجامعة شريطة رفضهم للكاميرا والتغطية الإعلامية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك عبروا عن فرحتهم وأوصلوا رسالتهم بطريقة أو بأخرى إلى من ظن بأنه خسر التحدي وحاول إفساد احتفالهم بانتصار العدالة فتخفيض رسوم التعليم من 3000 إلى 1500 دولار ليس بالأمر الهين بحسب تعبيرهم. وينضم إلينا للمزيد الزميل الصحفي أنيس منصور من عدن. أهلا بك أنيس. أهلا وسهلا أخي. ماذا لديك عن هذا الحفل الذي يقال بأنك كنت مشارك فيه؟ أخي لدي هو أنه هذا انتصار طلاب طالبوا بالمساواة بالعدل وتجاوب معهم وزير التعليم، وهي كل حق وبعده أي إنسان مطالب لا يضيع حق وبعده مطالب، فكان هؤلاء أنه حققوا انتصار وكان انتصار عظيم جدا بهذا المبلغ الذي كان يفرض عليهم بشكل مضاعف في ظل وضع نحن نعيشه. إضافة إلى ذلك أنه كان الجميل أن عميدة الكلية تجاوبت وتفاعلت مع الحفل وشكرها، إلا أن مما ذكره الأخ أيضا في استعراض التقرير أنه موضوع التصوير وما تصوير وهو كان عتاب على الذين قاموا الحفل. الطلاب أو القائمين على الحفل قالوا على أن التصوير في الكلية أو في القسم أو في القاعة هذا بناء على طلب الطالبات. أنا سألت بعض الطالبات وقلت لهم لماذا المانع من التصوير وأنتين تصورتين أثناء المسيرات وأثناء الاحتجاجات ولدينا عدد كبير من الصور السابقة، ولماذا اليوم في حالة فرح يمنع التصوير؟ فقال على أنه الموضوع منع التصوير ليس من جهة البنات ولكن هناك جهات شعرت أن الانتصار هذا والحفل هذا هو استفزاز لهم، لأن هناك أطراف كانت تبث أفكار سلبية حاولت إضعافهم حاولت عرقلت أملهم. من هم هؤلاء؟ إبعادهم من مسألة الإعصار. أنيس هل لديك أي معلومات عن هؤلاء الأشخاص أو الأطراف الذي تحدث عنهم؟ أخي طبعا أنا أقول لك أنه جامعة عدن تحولت إلى وكر أمني، كثير من الكليات وكثير من الجامعات ضخ إليها الجانب الأمني ضخ كبير جدا، بعضهم طائلة على أنه معلم والبعض أنه مدرسين، لكن أضعف دورها كبير جدا من خلال إضعاف الطلاب، النفس الثوري، النفس المطالب، كل من أراد أن يخرج من الطلاب تجد الأفكار السلبية، تجد الأفكار النظامية يبثها هؤلاء الناس أمام هؤلاء. ولذلك أيضا النصر الذي حققوه طلاب كلية الأسنان اليوم هو سيعطي بقية طلاب الكليات الأخرى لديهم ظلم أيضا في كلية الصيدلة، هناك ظلم ما زال ممارس في كلية الزراعة، في كلية التربية، كثير من الكليات اليوم تعاني من الفساد والظلم الكبير جدا الواقع على الطلاب. فمعنى ذلك أنه إذا انتصر هؤلاء وحقق النصر وأشهر الأفرام على وسائل الإعلام أنه سيسبب مشكلة كبيرة جدا لبقية الكليات. أشكرك جزيلا الصحفي أنيس منصور، كنت معنا من عدن. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من أصداء اليوم. كالعادة نذكركم بالموقع الإلكتروني لقناة السعيدة وصفحتها على الفيسبوك واليوتيوب. دمتم ودامت اليمن بخير، إلى اللقاء وجمعة مباركة.